القلق ونبغي انسياق فرح حاره. انا مشيت راسي في تسوق ودي متلاشي انسياق عبد الله غدي كراك توحشتك بابا نبغي نشوفك والله لا توحشتك بزاف القطيطه تاعي غدوه ان شاء الله نكون عندك بصح بابا كجي وانت كذبت عليك ولدي قلت لي ماما ما لازم نروح الظهر اسمع اسمع ولدي غدوه ان شاء الله نعيط لك نموت عليك ولدي ماما ماما غدوه يجي بابا راقد تحت الحنوك مش من عوادة ايه من هالي بنت العرج هو في هذه الحالة طبيعتها تبدلت كانوا قرب لبعضهم بعض مدة طويلة وما زال نفسش الله يرحمها ويوسع عليه ايه صح كانوا قرب بعضهم بعض بزاف بزاف الله يرحمه ولي صباح عليكم خير وليدي خير صباح الخير اقعد يا ولدي كوبك قهيوة اقعد الله يشربوا انتم صحتكم راني مضايق شوية خرج نستعمل نستناوك الغدا وليدي ياك الله يرضي يكتب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ماما وقتاش نروح نشوفو بابا السيمانة الجاية يجي هو بصح نشوفو بابا دايما توحشني بيان سور يتوحشك انت هو كلشي عنده علاه قعدت معانا كل يوم باباك فنان مشهور بزاف في الجزائر كاع الناس تبغيه ما يليقش يجي ويخليهم ونحنا نروحو نعيش معاه في وهلم انا ما بغي وهلم صح حاولت نروحو بصح مشي دروك مازال
ماما انتي وبابا ما تفهموا. انت ما زالك صغير، هادو الصوالح تاع كبار، بصح اللي يقطع عارفو بلي انا وباباك نبغوك بزاف بزاف بزاف. انت اللي نبغيك. صحيت هو. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ان شاء الله. الله يبارك فيك. اوه كوي كويرك هنا؟ كوي حسن طبعا عجبتك شوية؟ لا والله منيحة منيحة؟ والله نتمنى نحوش تانا والله أخويا واني خارج العشوة إن شاء الله حفوظ سيدك وأخويا هذيك الشيبان اللي كنت موصفتنا على شازن ولونت لولدها ولونتيكا كلها؟ والا والا أنا شريتها له والا دوك نخليها لأخويا وديها لهم صحة؟ إن شاء الله تكل عليها ولا ربي حسن أخويا كوني إلهي شوية ما عليك شوية سيبون سيبون إن شاء الله ما وصيك لا نكونك هاني حسن أخويا يا رب إن شاء الله حسني طلع في روحك هذا هو ريك اروح اروح نحوس عليك يا صاحبي اكتفوا ودفوا فدار وين كنت ما قالوا لكش ما كتب ما قال لي انا على بعض عبرك على هذه انا غيري غيري ها تعرف علي جات على روحي مش عندي قهوه روحي بديت كوبايه قهوه تو خرجت ايوه